صور في مدفن في صور مهم جدا، وفيه رسوم جداريه ايضا، فيه خصائص المدفن التبوي يعني ميثولوجي جريك على الموضه الكبيره، ولكن هناك خاصيه وضعها الفنان محل. هذا الرسم شو تقريبا؟ يعني بدك تقولي عرضه شيء 10-15 متر وارتفاعه شيء 7-8 متر، عبارة عن قوس دائرة، هذا جزء منه. هلا ننتقل إلى الفترة الأموية. فالحكم العربي الإسلامي الأول في بلاد الشام يعني القرن السابع أو الثامن الميلادي، عندما العرب والمسلمون وصلوا إلى بلاد الشام وعملوا إمبراطورية واسعة. في المساجد يعني مسجد بني أمية وقبة الصخرة في الفسيفساء، والفسيفساء هو نوع من التصوير، احترموا فيه فكر النص المنزل، يعني أن لا نصور، أن لا نشخص الإنسان أو الحيوان، وإنما أن نصور بيوت، مي، نوافير مي، يعني صوروا بردة في دمشق، نباتات في قبة الصخرة، وهذا أيام الوليد بن عبد الملك، عملوا زخارف وخطوط عربية مهمة. ولكن لا نستغربن عندما نجد الخلفاء الأمويون قد صوروا في قصورهم ونحتوا في قصورهم، قد صوروا أشخاصهم ونحتوا أشخاصهم. يعني نعرف نحن قصر الحير الغربي في متحف دمشق الذي نقل الواجهة وقسم كبير من متحف دمشق، في تصوير جداري فوق وفي نحت لحصان ممتاز جدا جميل جدا. هلا النموذج اللي انا قدرت احصل عليه صورته هو قصير عمره، وقصير عمره هو قصير او قصر اموي في صحراء بلاد الشام، يقع 300 كيلومتر جنوب دمشق، وهو الان في المملكه الاردنيه الهاشميه، له طريق خاص من مصر. هذا البناء، هلا بدنا نحكي عن بناء الاركتكتوري، نشوف هذا التناسب، هذا الجمال. شو رايك بحضره المعمار؟ ها؟ جميل جدا، شو رايك؟ بسيط، ابسط من هيك، بسيط، متناسب، يعني يدهش في الصحراء. هلا الامويون حتى يجيبوا مي، لانه هذا في حمام، هلا رح نشوف صور الحمام جوا، لحتى يجيبوا مي عملوا ري ووسائط للري بشكل علمي مدهش، وزرعوا حول القصور لحتى من نخيل وخضار والى اخره والى اخره، يعني القصور كانت جنه حول، يعني مثل ما عملوا اصحابنا في دبي زرعوا الصحراء، زرعوا الصحراء. فخلينا ندخل شوي، يعني مؤخرا صدر كتاب مهم جدا عن البعثه الفرنسيه اللي رممت الاخوه الثلاث في دبي، ورممت هذا، صدر كتاب جميل جدا، راح اعرض شيء من صور. يعني هذا تصوير في احدى القباب، هي مو قباب، هو عقد، شو بسم قبوه، القبوات اللي شفناها من برا، جوا في وبين طرف القبوه، وعم نشوف رسوم. طبعا هم رمموها واستبدلوها دون ان يتدخلوا فيها، لانه وصلت لانه بتعرفوا كانوا المكان مفتوح،
والناس تفوت اللي يحفر اسمهم الضوء روح بعض معالم الصور حفظوها مثل ما هي وعملوا نفس عملية تدمير يعني بالكتاب تلاقي الصورة مثل ما هي حاولوا انه يرجعوها لأصلها بصورة بالكتاب طبعا هلا خلينا نشوف صورة ثانية هلا هون في قبوتين في بطن القوس اللي بين القبوتين يعني هي الصورة أوضح يعني بنلاحظ هون هذه الربة خلينا نقول اللي عم تحمل عم تعزف لأنه بالقصر أو مزين بصور سابحين وسابحات جميلة جدا يعني كأنه اليوم مرسوم بعناصر مجنحة قيان تعزف للأمير حتى الحرفيين يعني هون نشوف مجموعة من صور الحرفيين عند النجار اللي كانوا يشتغلوا بذلك الوقت في القوة القوة الثانية كمان فيها مشاهد هلا مشاهد الصيد عجيبة بس ما قدرت تصورها لحق صورها مشاهد الصيد وحمر الوحش اللي راكلة شيء إذا التصوير في العهد الأموي قديش كانوا منفتحين الجماعة حتى يصوروا صورهم هلا ما بنعرف امرأة في صور عالية حلوة كثير بس ما بتحصل في العهد الأموي عم نحكي مخالف طبعا حفظوا التحريم في المساجد شيء طبيعي حتى مشاهد الأموي يعني بتعرفوا المسجد الأموي في حتى مشاهد الفسيفسائية الموجودة برا قبل الحريق الأخير في آخر الفترة العثمانية كانت موجودة داخل المسجد هلا لما إجا الحريق وتجدد المسجد فما عاد يجددوها جوا خذوها بس برا إذا هي الحصتين هلا الفترة الأموية هلا خلينا رح ننط شوي من الفترة العباسية هلا بالفترة العباسية نعرف نحن إنه في سامراء نماذج من التصوير الجداري للأسف ما بقي منا غير شاف يعني في الفترة العباسية عندما يعني بنقول بين القرن التاسع الميلادي والثاني عشر الميلادي عندما نشط العرب المسلمون في العلوم هذا أنا يمكن أقول العرب المسلمون في نحن المسارة في هذه المنطقة من العالم بلاد الشام الرافدين المصري أنتجنا وفي ظل الحكم العربي الإسلامي ونفتخر بذلك خاصة السوريان منا شاء أن تكون هناك عداوة لبيزنطة من قبل المسلمين والسوريان ومش صحيح إنه العرب المسلمين كلفوا السوريان بترجمة العلم اليوناني ترجموا العلم اليوناني وترجموا العلم الهندي وترجموا العلم الفارسي هذه العلوم العرب اشتغلوا فيها وطوروها وخاصة علم الفلك طوروه بشكل أعطوه فيما بعد إلى الأوروبيين من خلال الفترة المملوكية إلى عصر النهضة الأوروبي خاصة بعلم الفلك فأخذوا الأوروبيين وابتعدوا أنه هن اكتشفوه هلأ شوي شوي عم نلاقي أنه عصر الماضي الأوروبي أو لما عصر الماضي أخذوا
عن العرب اللي طوروه عن اليونان وعن الفرس وعن الإيران. فليش أنا عم بحكي الشيء هذا؟ لأنه هذا التطوير في العلم، ونعرف نحن أنه منذ الفترة الأموية ثم العباسية الأمويون استطاعوا أن يسرقوا عجينة الورق، لأنه كان عندهم أسر أسروا صينيين، قالوا شو بيشتغلوا انتوا؟ قالوا نحن عمال ورق، ايه بتعرفوا شو؟ علمونا جماعتنا صناعة الورق. فشو يعني صناعة الورق؟ يعني انه مثل المطبعة، مثل اكتشاف المطبعة اليوم. صناعة الورق خلت مكاتب من الخطاطين انه ينسخوا كتب العلم، كتب الأدب، كتب العلم والأدب والهندسة شو اسمه والفلك. فبينما أنه كان لحتى يعملوا جلد رق من معدة كذا معزة أو كذا معزاية أو كذا خروف كان يكلف كثير الرق، لذلك ما كان في منسوخات كثيرة. أما لما العرب أخذوا عجينة الورق فصار في كثير. بعدين يعني العرب شو عملوا؟ كانوا يسوحوا في السواح العرب والجغرافيين، يسوحوا ياخذوا معهم عدد أو كيس مخطوطات يبادلوا فيه بالمناطق اللي يزوروها أو يبيعوا وياخذوا حقه مشان يكملوا رحلتهم. يعني اكتشاف عجينة الورق كانت شغلة هائلة بذاك الوقت. هلا قمة هذه المخطوطات هو في القرن الثاني عشر الثالث عشر وفي الموصل. الموصل طبعا هلا في العراق نعرف من الاحداث اللي شو عم يصير في الموصل، لانه بعد سايكس بيكو الانجليز يرضوا الفرنسيين، الفرنسيين يرضوا الانجليز، فقصوا الموصل اعطوها للعراق. انما هي كانت جزء من سوريا الشماليه، يعني من المنطقه الرافديه السوريه. هلا في الموصل كان هناك اديار ومدارس، وكان هناك مساجد تلحقها مدارس، كانوا ينسخوا المخطوطات. بقى إذا قلنا من الثامن التاسع إلى الثاني عشر الثالث عشر، يعني بداية الفترة الأموية بعد الفترة العباسية، كانت قمة هذا الفن. قدروا بمدرسة الموصل المشاركة بين السوريان والمسلمين أن يتوصلوا. هلا طبعا كتب الدين الإسلامي تزخرف فقط لا تصور، بينما الأناجيل ممكن تصور، إذا رح نشوف صور الأناجيل، ولكن وصلوا لأسلوب رح نشوفه هلا في الفن لا هو بيزنطي ولا هو فارسي ولا هو هندي، وإنما هو محلي عربي بكل معنى الكلمة. أنا هي بعتبرها قمة في الإبداع. رح نشوف هذا المخطوط، هذا مخطوط عربي مسيحي يعود إلى القرن الثالث عشر، بدليل أن هذه الكتابة، هذه اللهجة في الكتابة، وهنا لن ندخل في بحث الخط العربي يتطوره، هذه اللهجة في الكتابة هي لهجة القرن الثالث عشر، الثاني عشر الثالث عشر. وهذا التصوير، هذا كتاب اسمه قصة يواصاف وبرلعام، ينسب إلى يوحنا الدمشقي، ما بعرف إذا كان يوحنا الدمشقي كتبه، ولكن هناك قصة اسمها يواصاف وبرلعام. هذا المخطوط مخطوط جميل جدا، موجود حاليا في مكتبة جامعة بلبنت في لبنان، فيها صور عظيمة جدا. شوفوا هذا النوع من التصوير المبسط والمعبر الذي يرافق النص ويفسر النص، يعني علاقة التصوير مع النص. انتبهوا لي شوي للشجر. هلا هون في مشهد عماد
كاهن عم يعمد شخص في الماء. شوف الماء كيف رسمه. انتبهوا لي للشجرة لأنه رح نشوف تتابع صورة الشجرة. هلا علما انه هالمدرسه مدرسه الموصل التي سميت مدرسه بغداد بالتشابه مدرستين مشهور الموصل في بغداد انتشرت في كل سوريا في جنوب سوريا. هذا مخطوط من قرب دمشق بتشوفوا نفس الملامح نفس الملامح. هذا مخطوط يحكي مقامات قصة مقامات الحريري المركب المي لهجة الخط كمان مثل ما شفنا. هلا ننتقل تذكروا الشجرة اللي شفناها في المخطوط الأول. هذا إنجيل إنجيل سورياني. لاحظوا الشجرة كيف مرسومة. طريقة الرسم المبسط، طريقة التلوين المبسط المعبر عن القصة عن النص. مقامات الحريري للواسطة، وأفخم مقامات هو رسمها محمود الواسطي في بغداد وتمثل مدرسة هذاك الوقت. فشوفوا الشجرة والشجرة اللي شفناها والشجرة اللي شفناها. هذا كتاب أدب عربي يعني حبيت يعني برهن إنه كانوا عم يشتغلوا مع بعض عم يرسموا لبعض عم يرسموا مع بعض. يعني هالفترة الحلوة جدا فترة التعايش اللي بتذكرنا بفترة رومانية سابقة تحت صوصية في دورة أوروبوس. يعني أيضا على الفرات حيث أن دورة أوروبوس كانت حامية الإمبراطورية الرومانية سلموها للتدامرة حتى تحميها وضد الفرس